السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أول موضوع بيهمنا في التعامل مع أطفالنا. هنتكلم على كيفية التعامل مع الأطفال بالشكل الصحيح علشان نقدر نعلمهم، أو كيفية تعليم الأطفال بالشكل الصحيح. زي ما انتم شايفين كده صورة الطفل الصغير دوت، لسه طفل رضيع. ممكن يكون بعض الناس قادرة تجاوب على السؤال ده أو بعضهم لأ. هل الطفل دوت عنده القدرة على التفكير ولا الطفل دوت مش قادر يفكر؟ وإيه هو التفكير من وجهة نظرك؟ لو أنت عايز تعلم طفل فلازم تبدأ تفهم الطفل دوت دماغه بيدور فيها إيه الأفكار الموجودة عنه ده. لو أنت اقتنعت أن الطفل دوت بيفكر، زي ما أنتوا شايفين هو بيلعب بمكعبات فيها ألوان، فيا ترى بيدور في دماغه ايه؟ سؤال كتير بتطرحه امهات للاطفال في السن ده. ولادي على طول بيتاملوا وساكتين، يا ترى هما بيفكروا؟ طب لو بيفكروا بيفكروا في ايه؟ هل يا ترى الطفل ده بيحلم؟ هل هو دماغه شغاله زي ما احنا دماغنا بتبقى شغاله واحنا كبار؟ فاكيد الاجابه بس يا ترى بيفكر في ايه وبيفكر ازاي؟ اكيد مش بنفس طريقه التفكير اللي انت بتفكر فيها دلوقتي او بتفكر بيها دلوقتي. وحضرتك مر عليك او حضرتك مر عليكي خبرات كتير في الحياه. طريقه التفكير بتاعت الانسان بتتطور زي ما كل مهاراته بتتطور، وبتتطور اكيد من خلال التربيه. فانا كمستشاره تربويه هعرض معاكم دلوقتي ازاي الطفل اصلا بيفكر، علشان نقدر من خلال الاسلوب ده او من خلال ان انا فاهم دوت ان انا اقدر اعلمه. ما ينفعش اعلم الطفل وانا مش مدرك هو دماغه فيها ايه. فخلينا اول حاجه نتعرف عليها هو مراحل التطوير بتاعه التفكير بتاع الانسان. زي ما انتم شايفين كده اول مرحله اللي هو من اول ما الطفل بيتولد لحد عمر الثلاث سنين، دايما طريقه التفكير اللي الانسان بيفكر فيها هي اللي بتظهر في كلامه وفي تعبيراته وفي لسانه. فدايما هنلاقي الاطفال في العمر ده اول ما يبداوا يتكلموا بيسالوا سؤال، هتلاقي معظم الامهات عارفينه ومعظم الناس اتعاملت مع اطفال في السن ده، دايما يسال ايه ده. ودوت بيدل على المهاره العقليه اللي موجوده عنده، ان هو بيبحث عن معلومات عن الاشياء المحيطه بيه، عايز يعرف معلومه عن كل حاجه عينيه بتشوفها. ودي المرحلة الأولى في التفكير. ومش بس الطفل الصغير من 0 لـ3 سنين بيفكر فيها، هو أي إنسان بيتعرض عليه حاجة لأول مرة لازم أول حاجة يعرف كينونة الشيء ده هي عبارة عن إيه. فمش بس الطفل الصغير لأقل من 3 سنين، إحنا هنا بنشتغل على الأطفال في المرحلة الابتدائية. فحتى الطفل دوت لو أول مرة المعلومة زيت يشوفها أو يسمع عنها أو الصورة دي أول مرة يشوفها، لازم أول حاجة يعرف مدلولها إيه. بعد كده المرحلة التانية في التفكير هي المرحلة اللي من 3 لـ5 سنين، وده السؤال الأشهر المعروف جدا ما بين الناس، هو سؤال لماذا أو سؤال ليه. دايما الطفل في المرحلة دي يسأل أهله ويسأل المدرسين بتوعه ليه بتعمل كده؟ ليه يا بابا بتروح الشغل؟ ليه يا ماما بتعملي الأكل؟ ليه أنا بروح المدرسة؟ وده السؤال المهم اللي هنتكلم عليه إن شاء الله في حلقات تانية. بس المهم إن الإنسان تدرج من المرحلة الأولى اللي هي كانت من 0 لـ3 سنين اللي هو كان بيسأل عن إيه، لأن هو وصل للمرحلة التانية اللي بيسأل فيها ليه. وده معناه إن هو بعد لما جمع معلومات بقيت الملفات العقلية عنده فيها شوية معلومات، هيبدأ يربط ما بين المعلومات دي. عملية الربط دي هي العملية اللي بتاعت المرحلة التانية في التفكير اللي بيفكر من خلالها في ايه ده. المرحلة التالتة عندنا هي مرحلة من 5 لـ12 سنة، اللي هو تقريبا العمر بتاع المرحلة الابتدائية اللي احنا بنشتغل معاهم او هنركز عليهم في كلامنا. للأسف المرحلة دي كتير من الأطفال مش بيعرفوا يوصلوا لها بشكل الكامل، لأن هي مرحلة قايمة على الإبداع. وللأسف لو احنا اعتمدنا على المناهج الدراسية بس هي ما فيهاش مساحة كافية للإبداع. فمهم جدا كولي أمر إن أنا أدعم طفلي وأتسيب له مساحة من الإبداع، سواء إن أنا بشتغل معاه ببعض الألعاب البسيطة وهنتكلم عليها إن شاء الله بعد كده خلال ما احنا متواجدين معاه في البيت أو في النادي أو في أي مكان احنا بندعمه، إن احنا بنسيب له مساحة للإبداع،
او ان انا بوديه لمركز متخصص حد عارف يتعامل معاه علشان انمي المرحلة دي، لان الانسان لو ما تنماش عنده مرحلة ماذا لو او الابداع او ان هو بدأ يكتشف المحاولة او الخطأ، للأسف هيفضل مهارة التفكير واقفة عنده لحد سن 5 سنين زي ما اتكلمنا، ومش هينفع يتقدم عن كده. فاكيد ما ينفعش اطلب منه بعد كده هو تفكيره بقى محدود ان هو يبدع وان هو ينتج ويكون بيطور في المجتمع بتاعه ويكون التعليم بتاعه تعليم فعلا حقيقي. المرحلة الرابعة والمرحلة الاخيرة هي مرحلة من 12 فيما فوق، وديت مرحلة الاستنتاجات واللي بيبدأ يتكون فيها شخصية الإنسان، وهي تقريبا مرحلة ما بعد سن المراهقة اللي بيتكون فيها شخصية الإنسان بنسبة كبيرة. طيب إحنا بنعرف ده ليه؟ بنعرف ده علشان نقدر من خلاله نجاوب على السؤال التاني، إزاي أنا هسير تفكير الطفل علشان أقدر أعلمه؟ لأن أنا لا يمكن هعمل حاجة أو هتعلم حاجة وأنا مش عايزها. مهم قوي ان اخلي عند الطفل دوت دافع، زي لو بعضكم معلمين او على الاقل مر بالتجربة دي قبل كده، هيلاقي ان في التربية والتعليم اول حاجة معلم الفصل لازم يكتبها في كراسة التحضير بتاعته هو التمهيد، لكن للأسف دوت معظم المدارس مش بيعمل بيه، لان التمهيد ده دوره الاساسي هو خلق الاثاره العقليه او الدافع عند الطالب علشان يبدا يتعلم. لازم اخلي في دافع عنده ان هو حابب يفهم ده، حاسس بالغموض ده. فاول حاجه ده بيعمل جذب الانتباه، ببدا ان انا اعمله من خلال سؤال، من خلال صوره، من خلال ايا كان الحاجه اللي موجوده. بعد كده ببدا ان انا أوضح الهدف من المعلومة اللي أنا هديها دي. إحنا هنتعلم مثلا حرف الاتش، فالحرف دوت هو حرف بيكون منه كلمات معينة. ببدأ أعمل عصف ذهني للطفل أو لمجموعة الأطفال اللي أنا بشتغل معاهم علشان أوصل دوت بالهدف بتاع المرحلة العمرية بتاعته. لو هو في مرحلة لسه ما هذا، فهو بس مجرد أنه يعرف إحنا بنعمل إيه. إحنا الصوت ده هو صوت نستخدمه في مجموعة كلمات واسمه كذا. لكن لو هو في مرحلة ليه او لماذا، فلازم ياخد الخطوة اللي وراها. احنا بنتعلم صوت الحرف علشان هنكون منه كلمة، عشان الكلمة دي هنستخدمها في قراءة، هنستخدمها في حاجات تانية بعد كده كتير. لو هو وصل في مرحلة الابداع، هبدأ اخليه يدخل الكلمة دي في جملة، يبدأ يغير، يبدأ يعملها بشكل إبداعي. فلازم أشتغل بعد جذب الانتباه على الهدف بما يتناسب مع المرحلة العمرية اللي أنا بشتغل عليها. بعد كده ببدأ أربط المعلومة دي بالواقع اللي بيعيشه الطفل. هو دلوقتي تعلم معلومة معينة، كانت في الساينس، كانت في الماس، كانت في أي كان المادة اللي هو بيدرسها، لازم يشوف تطبيق ده على الواقع. حتى لو كانت اللغة العربية كانت هي من بعض المواد اللي الناس بتحس شوية ان هي بعيدة عن ارض الواقع، لا، هو بيتعلم لغة بيعمل بيها سيرش، بيعمل بيها، بيعرف يروح عنوان، بيعرف يشتري حاجة، بيعرف يدور على الحاجة هو بيعملها. لازم اربط الحاجة اللي الطفل بيتعلمها بالحاجة الموجودة، بيتعلم رياضيات او بيتعلم حساب، هنبدأ ننفذ دوت عملي مع الطفل حتى لو من خلال ألعاب، ان هو يتعامل بفلوس، ان هو يجمع حاجات، او ان هو يعمل زي فكرة مشروع صغير. فده كله مهم ان انا اربط للطفل الحاجة اللي انا عايز اعلمها له بالمجتمع اللي حواليه. ساعتها هو هيبقى عايز يتعلم، لان الانسان بطبيعته بيميل للمعرفة وبيميل للغموض، عكس ما بعض الناس بتبقى فاهمة ان الطفل كاره ان هو يتعلم. لا، الطفل بفطرته عايز يتعلم، بس استعلم ايه وازاي وامتى، ده اللي احنا عايزين نعمله مع بعض. بعد كده عندنا مهمة قوي، بعد لما حفزت الطفل وجذبت انتباهه ووصلت له الهدف وخليته يمارسه عمليا ويجربه مع المربي بتاعه، سواء كان مدرس، اب وام، او مع المجتمع، ان انا ابدا احفز تفكير الطفل ان هو يستخدم المعلومه دي بطريقه مختلفه. زي ما قلنا احنا بنوصل للمهاره الثالثه معاه علشان نبدا بعد كده نوصل ان احنا فعلا بنكون شخصيته ويكون بيستنتج حاجه عمليه. واخر حاجه بعملها ان انا ابدا اعزز الاستجابه بتاعه الطفل. اول ما بيعمل حاجه ايجابيه بنبدا ندعمه عليها، والتعزيز ليه طرق كتير، بتبدا بالمدح، ساعات بتكون بحاجه
طعمها حلو، حلوة المذاق زي ممكن البونبوني أو الشوكولات أو حتى الحاجات الطبيعية، وده بيبقى أفضل زي التمر والزبيب، وفيها الهدايا وفيها الدعم النفسي. ففي طرق كتير قوي للتعزيز، إن شاء الله ممكن نبقى نتكلم عليها في حلقة خاصة بالتعزيز، لأن هو ليه برنامج متكامل. لكن بشكل عام لازم أدي دعم للطفل بعد لما خلصنا وعلمناه الدرس الجديد أو المعلومة الجديدة، أو هو بدأ يستجيب ويتفاعل معايا. فأنا حاولت ألخص لكم الموضوع بشكل صغير، بس جربوا زي ما أنا كبالكم كده، التجربة خير برهان. وشكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم.